تعليق على بعض الأحداث العالمية والعلامات حتى 15 يناير 2019، والمقدمة اللي بقولها باستمرار كل مرة، اللينك بتاع البث المباشر موجود على البانر فوق. الخدمة دي هدفها مش عشان أخبار، لكن عشان خاطر تفتكر حياتك الروحية. أرجوكم اللي بيحضر الخدمة دي رجاء محبة، عشان تكون فعلا الخدمة دي بتحقق ولو هدفها البسيط جدا على قد ضعفي اللي ربنا سمح بيه، إنه فعلا الإنسان اللي بيسمع الكلام ده بيكون فهمه إنه بيسمعه علشان يخلي باله العالم اللي عايز يخطفه عن الانتباه لحياته الروحية، حياته الأبدية. بلفت نظرك بس الدنيا بتظلم قوي، وفعلا فعلا مفيش غيرنا، احنا نور العالم زي ما قال لنا ربنا انتم نور العالم. بالفعل الظلمه بتزداد قوي وعايزه تظلم على الكل، خاصه صغار النفوس، فمفيش غيرنا نور مضاء مصابيح. فهل انت فعلا نور في هذا العالم بتعكس نور المسيح للعالم؟ بتتكلم عن اسم المسيح؟ اعمالك تظهر مجد ابوك السماوي؟ دي النقطة المهمة، لأن العالم على فكرة هدفه الأساسي إن ولاد ربنا يطفوا تماما، وحتى فيهم اللي مؤمن يخليه في حاله ويسكت ويستخبى وما يتكلمش علشان بقي مخالف للاتجاه العالمي. ده اللي عايزه. أفضل أقول لحضراتكم والضعف نستعد، لأن محدش فينا عارف هيسلم وديعته إمتى. ربنا قال لنا علامات كتيرة، حروب، أخبار حروب، الزلازل والدخان الكتير، البراكين وأوبئة ومجاعات والمشاكل اللي بتحصل والبحر يضج والناس تبقى خايفة من بكرة وعلامات في السماء وعلى الأرض، كل الكلام ده قبل ما يجي يوم الرب العظيم الشهير. ليه ربنا قال لنا العلامات دي؟ واحد، عشان ما نخافش. اتنين، علشان نؤمن في زمن يقد إيه العالم عايز يشككك في كل حاجة. والحاجة التالتة، عشان حياة الاستعداد اللي العالم بالتكنولوجيا بتاعته الحديثة عايز بأي شكل يشغلك عن حياة الاستعداد. مش عايزك ترفع راسك لفوق خالص، مش عايزك تقف قدام ربنا وتصلي تبقى مشغول، مش عايزك تقرأ كلام ربنا وتنفذه، مش عايزك تنقي نفسك باستمرار أمان ربنا. فعلا فعلا بيتفنن العالم في تكنولوجيا، بعضها مفيد ولكن للأسف كثير منها مميت روحيا عن طريق المشاغل، تلفزيون وإنترنت وفيسبوك ويوتيوب ومتابعات إيه ده؟ سيلفون لو حبيت تصلي يرن علشان ما يخليكش تركز في الصلاة، تكست مسج اللي شغالة شبه 24 ساعة. أطلب منكم رجاء الوقت اللي هتخصصه لربنا قبله اقفل التليفون، عشان ما يحدش يحط بوست جديد على الفيسبوك فيشتتك عن الصلاة، أو حد يبعت لك تكست مسج فيشتتك عن قراية الكتاب المقدس. رجاء اقفل كل حاجة وقت ما هتقف مع ربنا، ده ملك الملوك ورب الأرباب. أنت لو داخل لرئيسك في الشغل ولا الرئيس الكبير في شركتك هتسمح إنه السيلفون بتاعك يفضل تريرين تريرين وانت بتتكلم معاه؟ ولا التكست مسج تفضل شغالة وانت بتتكلم معاه؟ تخيل الموقف ايه؟ ده لو رئيس أرضي، فما بالك لرئيس الرؤساء، لملك الملوك، لرب الأرباب. علامات في السماء. مذنب يمر بالقرب من الأرض اكتشف إنه ليه قمر يتبعه. وفعلا كان حاجة عجيبة جدا، وأدي المنظر، وده المذنب وده القمر الصغير اللي بيتبع هذا المذنب. ناسا تكتشف كوكب غريب يوصف بأنه يجلس خارج المجموعة الشمسية ومش فاهمين عنه حاجة. ده من الاندبندنت، وفعلا بقينا نسمع عن عجائب في السماء زي ما قالها الكتاب لفظة. ده من الاندبندنت قدام حضراتكم. وما بيمرش أسبوع، أحيانا ما بيمرش يوم غير ما نسمع عن عجائب في السماء. ما كانش حد ينفع على فكرة من 2000 سنة يفتكر بالفعل ان احنا هنسمع كل كام يوم على عجائب في السماء، وده اللي بيحصل. ناسا تعترف انه بالفعل مر مذنب كبير على مقربة من الارض وكان قرب يصدمها يوم 8 يناير، وكلهم عرفوه بعد ما كان عدى مش قبلها.
يعني ده لو كان فعلا والمسار كان خلاص، ده لو كان حاجة بسيطة لولا حماية ربنا، لو كان خبط في الأرض كان هيدمر بقعة كبيرة. احنا اصلا اكتشفناه بعد ما عدى، ناسا اكتشفته بعد ما عدى، طبعا ما كانش في اي فرصه للتنبيه، ده كان اوريدي عدى. وادي المجلات، وده من موقع ناسا نفسها تكلم على هذا الامر وغيرها من مواقع الاعلام. المجال المغناطيسي للارض يحدث فيه اشياء غامضه ويدفع القطب الشمالي المغناطيسي ان هو يتحرك في اتجاه سيبيريا. ده من RT نيوز. تكاثر الذين يدعون خطأ، وخلي بال حضراتكم طالما يحددوا معادي بغالبا غلط، أن القمر الدموي القادم اللي هيحصل قريب في رسالة خفية وسيجلب نهاية العالم. ده من جريدة ذا صن. فبيقولوا لحضراتكم القمر الدموي اللي هيحصل ده trigger the end of the world. طبعا الكلام ده غلط، ده كلها علامات ربنا بيلفت نظرنا بيها لحياة الاستعداد، بيؤكد اللي قاله الصدق هيحصل في أواخر الأيام. يوم 8 يناير 18 كرة نارية في يوم واحد. طب أستاذ الحبيب اللي بتشتت على التكست، رجاء محبة انتظر قليلا، والأساتذة الأحباء فيما بعد يتكلموا معاك براحتهم، فأرجو أن حضرتك تقلل التشتيت اللي انت عامله على التكست. ربنا يباركك، ورد ليك عزيز الاحترام. يوم 9 يناير 24 كرة نارية في يوم واحد. يوم 10 يناير 18 كرة نارية في يوم واحد، بالضبط زي ما وصف الكتاب المقدس. يوم 11 يناير 31 كرة نارية في يوم واحد. الطقس اللي بالفعل أمواج العالم تضج. أمطار تسجل رقم قياسي في إسرائيل تنتهي بها فترة الجفاف. حصل بسبب الأمطار الكتيرة فيضان فجائي في منطقة في إسرائيل قتل 2 وسبب خسائر كتيرة، ودي كلها مية مندفعة بمنتهى القوة ماشية في هذا المجال وبتقتل وبتاكل كل اللي قدامها. انزلاق طمي وفيضانات تهدد مناطق اللي اتحرقت وبتهدد بخسائر أكتر لو حصل فيها انزلاق طمي. ده من CNN في كاليفورنيا. أشكرك عزيز، وردة جميلة ليك. الناس اللي بعزوهم بديهم وردة من الحجم الكبير، أشكرك. أيضا زي ما قالنا الكتاب المقدس هنسمع عن زلازل عظيمة تزيد في العدد وفي القوة. يوم الثلاث اللي فات 40 زلزال ما بين متوسط وقوي في يوم واحد، منهم رقم 6 اللي بقينا شبه بنسمعه كل أسبوع أو كل أسبوعين، منهم 1، 6 و3 في اليابان. يوم الأربعاء اللي فات 37 زلزال في يوم واحد. يوم الخميس 31 زلزال، منهم 1، 5 و8 في تونجا. يوم السبت 46 زلزال في يوم واحد. يوم الاثنين 47 زلزال في يوم واحد. الأسبوع ده حصل بيه 87 زلزال قوي، منهم 1، 6 و3، وواحد كان قرب على 6. زلزال غير معتاد يضرب منطقة ميسيسيبي، حدوث من أول السنة دي، وحتى يوم الخميس اللي فات 81 زلزال مؤثر في ألاسكا. ده بس من بداية 2019 اللي ملحقناش نكمل، يعني في 10 أيام. العلماء يقولوا للحكومات أنها يجب أن تستعد للزلزال بقوة 9 ريختر. وحضراتكم شرحت لكم قبل كده موضوع ريختر يتزايد، يعني 5.1 ده ضعف 5، 5.2 ده ضعفين 5، 6 10 أضعاف 5، 9 ده 10 أضعاف 8، و100 ضعف وآسف و20 ضعف ل7 وهكذا. ويتوقعوا لو حصل ده يحصل معاه سونامي ممكن يوصل ارتفاع 30 متر. ويقولوا ده الحسابات توضح ان هي مسألة وقت، زي ما بيقولوها في التعبير الانجليزي it's not a matter of when but it's a matter of if. It's not a matter of if. آسف. It's a matter of when not if. يعني هيحصل هيحصل بس احنا مش عارفين امتى، عاجلا او اجلا بس هيحصل. It's a matter of when not if.
البراكين أيضا اللي زادت. العلماء بالفعل بيراقبوا عن كثب اللي هو يولستون و465 ميل طول لارتفاع الحمم في يولستون، وده من إكسبريس نيوز. لو انفجر بركان يولستون ده هيكون لحظيا وعنيف، يعني حتى الناس مش هيكون عندها وقت كتير تستعد للمصايب اللي بتحصل. وبدون ما اطول على حضراتكم من كمية البراكين اللي انفجرت او المستمرة في الانفجار بطريقة غريبة تخالف اللي كان بيتم من 10 سنين فاتت، خريطة اللي قدام حضراتكم من فولكينو ديسكفري يوم الحد اللي فات، كل دي براكين نشطة في نفس اليوم. موت الكائنات جماعي اللي ما كانش بيحصل خالص في السنة أو حالة أو اتنين بنفس الساتلايت ووسائل الإعلام من 10 سنين فاتت بس. بص بينا نسمع عن كام حالة في الأسبوع، ده مش كام أسبوع ده كام يوم. يوم 2 يناير موت الآلاف من الأسماك يوصل لطن في شاطئ في جنوب أسبانيا. في نفس اليوم موت عشرات من الطيور وقعت ميتة من السماء على طريق في تكساس، والحالة دي بقت خلاص تتكرر كل شهر. اللي كانت كارثة من 6 سنين فاتت وإيه اللي حصل خلاص بقينا نسمعها وبقت عادي خالص. طيور تقع ميتة من السماء زي ما قال لنا الكتاب المقدس في سفر هوشع 4 وصفانية 1، سمك البحر ينزع وطيور السماء، كل ده قبل عقاب الإنسان. تنبيه لأساتذتي الأحباء في الفيسبوك، احتمال البرودكاست يقطع بعد دقائق قليلة، فممكن تدخل تكمل على اليوتيوب لو تحب. يوم 3 يناير موت الآلاف من الأسماك في بحيرة في المكسيك، ده تاني يوم كل ده سمك ميت. وفي نفس اليوم موت الآلاف من الأسماك في شاطئ في الأرجنتين أنا بلايا. وأيضا في نفس اليوم موت الآلاف من الأسماك في بحيرة في منطقة أخرى في الأرجنتين. يوم 6 يناير موت مئات من الخنازير من مرض غير محدد في فيتنام. وفي نفس اليوم موت أكثر من 2000 من الطيور بسبب إنفلونزا الطيور في الهند. إغلاق شاطئ من هجوم كم ضخم من أنديل البحر اللي ترك الآلاف بلا ساعات، ده من RT نيوز. هجوم رهيب، وحضراتكم سمعتوا عن الخبر ده، من حشرات تشبه الصراصير والجراد تهاجم مكة وتغطي الحرم المكي والمصلين. ده من ديلي ميل، ومدى المنظر الأرض ومنظر الناس فجأة بقوا مغطيين بصراصير في المفروض أقدس مكان عند المسلمين. الصراصير بتحك. شكرا عزيزي. الأوبئة اللي زادت جدا بنسامحك. أنا آسف أستاذتي الأحباء المسلمين، معلش. الأوبئة فعلا اللي زادت جدا. أسوأ انتشار للحصبة من عقود ينتشر في نيويورك، وتتزايد الحالات أيضا في أوريغان وواشنطن والحدود ما بينهم، مع ملاحظة لما تقرأ تفاصيل التفاصيل تلاقي في نسبة مرتفعة من الطعامين بالثلاثي MMR اللي بقى أصبح رباعي، اللي أصبح إجباري، اللي أصبح ما بيدخلوش العيال في مدارس غير لما يخدوب أكتر من بوستر دوز، واللي بيبهدل العيال. لكن ما علينا، ولكن للأسف رغم ده يستخدموا هذا الأمر في الدعاية أكثر للتطعيمات. ده من ديلي ميل، وأكرر أنا مش ضد التطعيمات، أنا ضد الحاجات الحديثة الخطأ المضرة اللي بتتم في التطعيمات. كل هذه ولايات حصل بيها الإصابة بالمرض الجديد شبيه شلل الأطفال اللي لغاية دلوقتي مش عارفين ولا عارفين يتحكموا فيه. كل الولايات اللي باللون الأزرق اللي قدام حضراتكم دي أصيبت بيه، وده عدد الحالات في كل ولاية منهم. حقيقي ربنا يحافظ على أولادنا في كل مكان. 500 شخص يمرضوا على سطح سفينة سياحية، منهم 402 يتحطوا في حجر صحي، ده من NBC نيوز. منظمة الصحة الأمريكية
تقول إن هذا موسم آخر للإصابة الشديدة بالإنفلونزا، وسبعة مليون شخص مرضوا حتى الآن، منهم 83 ألف اتحجزوا في المستشفيات في أمريكا. ده من CNBC. ليه تعليق صغير قوي في الموضوع ده، ومعلش احتملوني. مش غريبة إن قبل التطعيم بالإنفلونزا والفيروس برضو كان موجود، ما كناش بنسمع عن الأرقام الضخمة السنوية من الإصابة بالإنفلونزا؟ كان بيحصل بعض السنين متباعدة جدا تحصل إصابة شديدة، لكن ما كانش كل سنة بالتزايد الرهيب اللي بيحصل. مش غريبة لما ابتدينا نستخدم أكتر مصل الإنفلونزا الإصابة كل سنة بتزيد قوي. ما علينا. منظمة الصحة الأمريكية تحذر من البكتيريا السوبر اللي هي السوبر باجز، إنها بيحدث لها طفرات مخيفة. أخبار الحروب: البحرية الأمريكية تنجح في اختبار رؤوس أسرع من سرعة الصوت ومنخفضة التكليف، يعني تقدر تنتج منها كتير. أمريكا تسرع في تطوير تسلح الفضاء بسبب الضغط من الصين وروسيا وحرب التسلح اللي بتحصل هذه الأيام للأسف. كان بالنسبة لنا التسلح الفضائي ده من عقد، بس حاجات خيال علمي دلوقتي بتحصل قدام عينينا. خطة روسية لتضاعف مدى الصواريخ الحاملة للرؤوس النووية، ده من إكسبريس نيوز. جنرال صيني بيصدر تحذير من جرائم حرب ضد تايوان لو فكرت في الانفصال، ده التهديد أصبح علني. يعني لو تايوان حبت تاخد إجراءات أنها تنفصل عن الضغط أو الإرهاب الصيني هيحصل فيها جرائم حرب، متخيلين؟ استضافة الصين لكيم جون أون للمرة الرابعة توضح أنها لن تقف صامتة في حوار أمريكا مع كوريا الشمالية. روسيا تلمي اللوم على أمريكا في تواجد إيران بجوار الحدود الإسرائيلية. سيريسلي؟ ده إيران محمية بروسيا في وجودها في سوريا. تقارير عن أدلة استمرار عمليات في المفاعلات النووية في كوريا الشمالية، رغم أنه بيعلن أنه بيفككها. إلقاء اللوم على إيران في أربع عمليات إرهابية في أوروبا في أسبوع واحد من أول بداية السنة. كل ده أخبار بالحروب الشغالة في العالم. برضو كان بيحصل زمان والتهديد والحرب الباردة، بس ما كانش بيبقى هذا الكم من الأخبار بهذه الطريقة. إسرائيل ترحب بالعقوبات الأوروبية على إيران بسبب اشتراكها في الإرهاب والعمليات الإرهابية اللي زادت في أوروبا باشتراك إيران، ده من تايم أوف إسرائيل. خمئيني، وأنا آسف لو بنطقه خطأ، يقول العقوبات الأمريكية الغير مسبوقة هي بتضغط على إيران، ده من وكالة رويترز. أردوغان يقول إن تركيا هو القوة الوحيدة اللي تقدر تساند في الحمل التقيل السوري. إيه الحنية اللي حصلت له مرة واحدة دي؟ وانتوا عارفين إن هو عايز يدخل سوريا من أهدافه عشان يضرب الأكراد. ترامب يتعهد بتدمير تركيا لو أردوغان اعتدى على الأكراد. ده من CBN News. Trump vows to devastate Turks if Erdogan attacks Kurds. إسرائيل تطلق صواريخ على أهداف في مطار دمشق. إسرائيل قد تزيد من قوتها الجوية ضد الجيش الإيراني في سوريا. بالفعل مصر تعلن أنها تتعاون بطريق موسع المدى جدا مع إسرائيل.
وده اتنشر في وكالات أخبار كتير. أعتقد بعض حضراتكم حضر اللقاء ده. إغلاق المعابر ما بين مصر وغزة بعد سيطرة حماس على الحدود. مصر دمرت 37 نفق من غزة غير شرعيين في سنة 2018 بس. داعش تهدد بتفجيرات مع بداية جلسات الكونغرس الأمريكي. تزايد مظاهرات الجاكيتة الصفراء في فرنسا ضد ماكرون وتسبب مشاكل اقتصادية. خبر معرفش مضحك ولا ايه بالظبط، ده من واشنطن بوست. مصر تمنع تماما بيع الجاكيتات الصفراء بعد اندلاع مظاهرات فرنسا. اخبار عامه، الهند تستمر في تطبيق نظام المتابعه البشري اللي وصل التحكم في من له الحق أن يشتري ومن لا يستطيع. ده يفكرنا بإيه؟ مش ده يفكرنا بالتكنولوجيا اللي هيستخدمها ابن الهلاك اللي بالفعل لو محدش حمل السمة بتاعته مش هيقدر يبيع أو يشتري إلا اللي يحمل سمته؟ الهند الكلام ده اللي كان بالنسبة اللي ما اتكتب من 2000 سنة و 1900 سنة كان صعب جدا إن حد يتخيله، ولكن اتكتب منتهى الدقة. كلام دلوقتي ابتدى يتحقق قدام عينينا. ابن الهلاك لما يجي مش هيخترع التكنولوجيا دي، هو بس هيسيطر عليها. هي ويل تيك اوفر. ففعلا الهند ابتدت في هذا الاسلوب، بتتابع وفي تقريرات عن كل شخص وفي سكور لكل شخص ومين من حقه يبيع ويشتري. متخيل؟ للاسف اغلب الامريكان بيشجعوا على برامج التعرف على الوجوه، وده للأسف الجيل الجديد اللي طالع، وربنا يحمينا من الأفكار الخطأ اللي اتزرعت في هذا الجيل. حزين فعلا على جيل الألفية الجديد اللي طالع ده، أو اللي أوريدي بدأ من نهاية الألفية اللي فاتت. بطريرك الروس يحذر أن ضد المسيح سيتحكم في أدوات تفكير البشر. ده من موسكو تايمز. واكشولي في برامج دلوقتي ازاي تتحكم في تفكير البشر، ده اذا كانوا ريدي ابتدوا يطبقوها في بعض انواع من فرق الجيش. وصلنا لزمن في الغرب الرجاله بيعانوا الاضطهاد اكتر من النساء. ده من ار تي نيوز. الرجاله بيعانوا مور ديسكريميشنز من عن الستات. بداية البحث في موقع شيلوه الكتابي اللي منه قسم يشوع أرض الموعد ووضع خيمة الاجتماع، وبدأوا بالفعل يكتشفوا عملات تحمل أسماء الكتير من اللي اتكلم عنهم العهد الجديد، هيرودس أنتيباس وأغريبا وبيلاطس وفيليكس. اللي قاعدين يقولوا كل الكلام ده خطأ ومفيش دليل واحد، وكمية مهما اكتشف علم الآثار برضو تطلع ناس تقولك مفيش دليل واحد. أخبار اقتصادية، روسيا تغير 100 بليون دولار من الاحتياطي إلى الين واليورو في أكبر عملية تخلص من الدولار الأمريكي تقوم بها. ده من آر تي نيوز. أيضا روسيا ستشتري بقيمة 470 بليون دولار عملة إلكترونية اللي هي البيتكوين. أنا حاسس الموضوع ده هيكون فيه خدعة، لأن لو روسيا كانت هتشتري أكيد ما كانتش هتعلن عشان السعر ما يزيدش قبل ما تشتري والناس ما تجريش تشتري. كون إن هو يعلن معروف إن البيتكوين هتولع القيمة بتاعتها، وكون إن هو يعلن هيشتري 470 بليون دولار من البيتكوين، ده يخليها في سعرها يقفز في السماء. هو أكيد مش هيغليها على نفسه قبل ما يشتريها. أنا عندي إحساس إن الموضوع ده خدعة، والراجل ده بيلعب لعبة كبيرة. شركات أونلاين أستاذ أنطونيوس.
خبراء اقتصاد يحذروا أن الفقاعة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي قد تنفجر في 2019. النرويج لا تجد أحد يشتري أسماكها بعد أن فقدت السوق بتاع روسيا بسبب الخلافات اللي حصلت. ده من RT News. رئيس البنك العالمي يستقيل فجأة وينضم لمجموعة مستثمرين مما يسبب قلق في الأسواق الاقتصاد العالمي كلها. ده من وكالة رويترز. اضطهاد المسيحيين اللي زاد جدا، واللي فعلا بقينا في زمن كلهم اجتمعوا على الرب وعلى مسيح وكنيسته، وبالفعل أصبح البعض اللي بيفكر ان هو بيضطهد المسيحيين كما لو كان بيخدم إلهه بطريقة غريبة، لكن في البداية خبر كويس. أول كنيسة تتبني في تركيا في العصر الحديث سيبدأ بناءها في فبراير لخدمة السريان الأرثوذكس. تعرفين كام سنة ما تبنتش كنيسة واحدة في تركيا؟ تركيا اللي طلعت تدافع عن حقوق اللي بيتقتلوا، وعندها حق، لكن برضو مش اللي يتكلموا عن الحقوق يتكلموا على كل الحقوق. مرة أخرى من مرات عديدة يتكرر إن السيارة في حادث تتحرق بالكامل إلا الكتاب المقدس لا تمسه النيران، وده اتنشر في فوكس نيوز. كام مرة تحصل حادثة ما تنفعش خلاص تبقى بالصدفة؟ بيت يتحرق بالكامل، مكان يتحرق بالكامل، كارثة تحصل في مكان تبوظه بالكامل بكل ما فيه، عربية تتحرق بالكامل، والحاجة الوحيدة اللي تفضل سليمة هو الكتاب المقدس. كام مرة؟ ده حتى ما تنفعش تكون بالصدف. للأسف، آسف على الخبر اللي هقوله لحضراتكم، مجلة فكاهية تسخر من الرب يسوع وتحوله إلى سوبر هيرو، شخصيات زي باتمان وسوبرمان والكلام ده، ولكن تصفوا إن هو سوبر هيرو فاشل في سلسلة أعداد بتسميها المجيء الثاني، عشان هي بتعملها سخرية. معلش، ربنا يسامح هؤلاء، ربنا يحمي أولاده من العثرات اللي بتحصل. وصلنا لزمن واعظ غربي من النجوم المشاهير يقول لنا أن الوصايا العشرة لا تنطبق على المسيحيين. ما عنديش تعليق. الصين رسميا مصرة على أنها تمحي الوصية الأولى من الوصايا العشرة. ليه؟ أصلها ضد الرئيس إكسي والقوة الحكم بتاعه. متخيلين؟ الصين بتقولها رسميا. هوليود تعاقب ممثل. ليه؟ لأنه بيصر أنه الله ووصايا ربنا أولا ثم عائلته، فبدأوا يمنعوه من أدوار وبيلقبوه بمتعصب ديني عشان بس بينفذ وصايا الكتاب المقدس. متخيلين؟ الملحدين مستمرين في حربهم لفولك نوح اللي هو في كنتاكي، وبيحذروا المدارس، وبيقولوا خلاص عرفنا ننجح ان احنا نخلي 1000 مقاطعة مدارس في امريكا ضد انه يذهب الطلبة للمتحف الخلقي. ايه رأيكم؟ ده من سي بي نيوز. فرحانين جدا ان هم نجحوا ان يجبروا 100,000 مقاطعة مدارس تمنع الاطفال يروحوا هذا المتحف الخلقي. الناس دول خايفين من كشف، عايزينك تسمع الأدلة اللي بيقدموها من طرف واحد، ما تسمعش الطرف الثاني، لأن هو خايف من قوة الأدلة اللي في الطرف الثاني. هؤلاء على عكس ما يدعوا، هم مش بيبحثوا عن الحقيقة ولا سماع الرأي الآخر وحرية التعبير. لا، الناس دول ضد الحقيقة، مرعوبين من أن الطلبة يسمعوا الرأي الآخر، للي هم عارفين أن أدلته قوية جدا وأقوى من اللي عندهم. المحكمة البريطانية تحكم ضد أسرة مسيحية كل عشان يعلموا أولادهم في المدارس. ليه؟ علشان اللي بيحصل في التعليم، فعايزين يجبروهم يخلوا أولادهم تروح للمدارس، وطبعا الطلبة تروح للمدارس الحكومية ويتغسل مخهم بالشذوذ والإلحاد والكلام ده كله. مدينة ميسوري تستعد للدفاع عن وجود الصليب في منطقة مقابر أثرية قدام الملحدين اللي هيبتدوا يرفعوا قضايا.
رغم ان الملحدين دول اصلا من خارج الولاية، هم نجوم بس عشان يجبروا المدينة ان تشيل الصليب. الملحدين مش بس بقوا يشتكوا عايزين يشيلوا الصليب في المناطق اللي هم عايشين فيها، ده بقوا يروحوا كل مكان ويدوروا لو في اي حديقة عامة قديمة او مقابر قديمة موجود فيها صليب كبير اثري يرفع قضية عشان يتشال، حتى لو مش ساكنين جنبه، حتى لو كانوا ساكنين في ولاية تانية. ده من فوكس نيوز على فكرة. متخيلين؟ دي حرب علنية ضد الصليب. خلاف في حيفا بين عرب مسيحيين والشرطة اليهودية بسبب وضع صليب عليه بدل المسيح عليه ماكدونالد في متحف يهودي. آسف على الصورة، سامحوني. سخرية من المسيحيين، آدي اللي بيعملوه اليهود. شخص مسيحي في السويد يقال له ما يقدرش يستخدم اسم المسيح على لوحات العربية بتاعته. ليه؟ أصل ده هيضايق الناس. على فكرة نفس الكلام أعتقد موجود في نورث أمريكا. اعمل الاسم اللي انت عايزه فيما عدا اسم المسيح. قس مسيحي في كاليفورنيا يخسر وظيفته. ليه؟ كل اللي عمله انه وضع لوحة يقول فيها الحقيقة، يقول فيها الشذوذ لا يزال خطية. Homosexuality is still a sin and it is. الشذوذ هو لسه خطية. تغيروا براحتكم في العالم، لكن الكتاب ما بيتغيرش وربنا ما بيتغيرش ووصاياه ما بتتغيرش. مهما تعملوا الشذوذ هيفضل خطية في الكتاب المقدس. تقولوا عليه حرية تحرر يا حرام يا طبها هيفضل خطية. وخلي بالكم العالم عايز يقطع لسانكم لتوصل في زمن ما تتجرأش ان انت تقول على الخطية خطية. هو ده اللي عايزينه. لكن في المقابل انت ابن ربنا، اتكلم، عز، انتهر، زي ما قال معلمنا بولس الرسول وتلميذه تيمساوس. الانحدار الاخلاقي اللي بيحصل اسف طبعا خبر متوقع. كنيسة الشيطان تحيي الممثل الشهير اللي طلع لما استلم الجائزة بتاعته، طلع يشكر الشيطان اللي ساعده في اداء الدور في الفيلم اللي حصل بيه على جائزة. فكنيسة الشيطان طلعت تشكره، شكرا ان انت بتشكر الهنا اللي هو الشيطان بتاعهم. مؤسسة علماء النفس الامريكان، اسف على الاخبار اللي جاية دي، يدعوا ان الرجولة الراجل العادي اللي بيهتم ان هو يكون راجل ميل ماسكولار بالشنب بالكلام ده اللي بيسموها الرجولة التقليدية الماسكولينيتي، بيعتبروها دلوقتي مضرة وقد تؤدي للتحرش الجنسي. ودول مين؟ دول علماء النفس. ده من فوكس نيوز الخبر ده. الرجولة دلوقتي بقت مضرة. انتوا عارفين ان دلوقتي حتى عايزين الرجالة تقلل ان هي تروح للجيم وتعمل التمرينات الرياضية. ليه؟ علشان الشواذ. وشركة بروكتر اند جامبل تتحدى الرجال انهم يجب ان يحلقوا دقنهم. لا، الاعلام بيقول يجب ان يحلقوا رجولتهم السامة. في اعلان جديد بيؤيد الشواذ. توكسيك ماسكولينيتي. وانتوا عارفين ان في صيحة دلوقتي في الكليات ضد ما يسموه الماسكولينيتي. عايزين الشباب اللي في الكليات يبقى كلهم جيز، ما يهتمش بالألعاب الرياضية والألعاب القوة والكلام ده، لا كله يبقى واقف خايب بمنظر الجيز اللي حضراتكم عارفين. وانا آسف. جامعة أوهايو تسمح للشباب باستخدام حمامات البنات. ليه؟ علشان الشواذ. للدعاية للمساواة الجنسية مع الشواذ، زوجة حاكم كاليفورنيا الجديد ترفض لقب السيدة الأولى في الولاية. ليه؟ عشان لقب فيرست ليدي ده تمييز جنس، وهي مش عايزة يبقى فيه تمييز جنسي، عايزة كله يبقى زي، كله يبقى جنس إكس. مارفل المجلات الكرتونية الشهيرة اللي أقدر أقول عليها بدأت تبقى فعلا شيطانية، تعلن عن أول دراج كوين شاذة شخصية سوبر.
سوبر هيرو، سوبر هيرو دراك كوين الشاذة. الشيطان عزيزي داينوس هو نفس السبب اللي كان بيعمله مع صدوم وعمور، نفس السبب، وده قاله الكتاب المقدس. كما كان في أيام لوط هكذا سيكون في مجيء ابن الإنسان، قاله الكتاب المقدس، والعالم بيعمله بالظبط. للأسف الطفل المتحول جنسيا، والناس دول المفروض يتقاضوا. الطفل المتحول جنسيا اللي سنه 10 سنين، اللي بيستغلوا الشواذ لجذب الأطفال للشذوذ عن طريق إن يعملوه مثال ونجم عشان بقية العيال السن 8-9 سنين يقلدوه ويتحولوا للشذوذ، يفتتح أول نادي للأطفال الشواذ ده من الاندبندنت. غضب شديد في كندا لتصوير طفل متحول جنسيا 10 سنين، آسف، مع متحول جنسيا آخر مصورينه عريان جنبه يمثل دراك كوين. إيه اللي بيعملوه؟ فين؟ أمال فين حقوق الأطفال؟ أمال فين الجهات اللي بتحارب حتى الصور الإباحية بتاعة الأطفال؟ إيش معنى عند ده بقت حرية؟ إيه القرف ده؟ ده اللي أصبح في العالم، وده اللي هيزيد باي زوي مش هيقل. عشان كده مطلوب مننا حاجات كتيرة قوي، محتاجين نصلي، لأن العالم فعلا محتاج صلاة الأيام دي. محتاجين نستعد في هذا الظلام اللي بيزيد، إزاي نحن نبقى مصابيح مضاءة. محتاجين نعمل وبقوة على صغار النفوس، وخاصة صغار العمر اللي العالم مركز عليهم قوي الأيام دي. خلي بالك ابنك بيتفرج ايه في التلفزيون او على النت من فيديوهات او غيره، او بيتعلم ايه في المدرسة، ما تثقش للدرجة دي. خلي بالك العالم هدفه هو ده، ده اللي عايز يضربه عشان الجيل الجاي يبقى كله طالع بهذا المنظر. محتاجين نستعد حقيقي لاستقبال العريس، محتاجين نخدم ابناء ربنا، واتكلم خاصة عن صغار النفوس. خلي بالك العالم مركز عليهم، طب انت بتعمل ايه في المقابل؟ ربنا يحافظ على حضراتكم، واسف انا تعديت الوقت ما خدتش بالي كده بتلت ساعة، فارجو ان تخلي بالكم، ارجو ان تعملوا وبقوة في هذه الايام، لان العالم شغال وبقوة قوي في المقابل. بدل للأسف الاخوات المسيحيين اللي مركزين على تقطيع جسد المسيح الواحد بالهجوم على بعض عشان البيت ينهار، لأن البيت اللي ينقلب على ذاته يخرب بحجة التصليح، مفكر نفسه هو اللي بقي المصلح، كل هؤلاء اللي كتروا. وفي نفس الوقت حضراتكم شايفين الهجوم البشع اللي بيحصل على مستوى عالمي وعلى مستوى شخصي، شايفين الهجوم قد إيه على الكتاب المقدس، مسلمين، ملحدين، متهودين، شواذ، كل دول بيهاجموا وبقوة. كل واحد دلوقتي عايز يطلع يعمل له قناة ويعمل له يوتيوب ويعمل له فيديوهات ومحاضرات، بتصبح قنوات ساتلايتس كلها هدفها الهجوم على الكتاب المقدس. خلي بالكم، يا ترى انتوا في المقابل بتعملوا ايه؟ بتتخانقوا مع بعض؟ هو ده اللي انتوا بتعملوه؟ وفعلا العالم اجتمع على الرب وعلى مسيحه على كنيسته، وانتوا قاعدين تتخانقوا. ألف مبروك، فرحتوا الشيطان أكتر وأكتر. انتبهوا، اعملوا الحصاد كتير قوي. عريسنا قرب، اصنعوا ثمار تليق بالتوبة واستعدوا لاستقبال العريس. أمين. تعالى أيها الرب يسوع.